السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عايز أسأل إيه هي شروط مستحق زكاة المال؟ والسؤال تاني، هل ممكن أطلع زكاة المال في صورة أكل زي الرز والزيت والحاجات ديت، أشتري بزكاة المال حاجات من زي كده وأوزعها على الناس؟ سؤالك نافع، سؤالك نافع. شكرا. أما الشروط فأولا يكون من المصارف الثمانية التي قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل. ثانيا طبعا في استثناءات، الفقير الذي يجب عليك الإنفاق عليه لا تجوز فيه الزكاة، أبوك فقير لا تخرج له الزكاة، لأنت ملزم بالإنفاق عليه. ثالثا الفقير الكافر ليس له نصيب من الزكاة، لأن النبي قال: تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، غني المسلمين وفقير المسلمين. أيضا عندنا القوي المكتسب، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، واضح؟ واضح. في بعض الاستثناءات. ثانيا سألتني هل يجوز أن تخرج أنت زكاة المال في عينيات؟ إذا كان الفقير سفيها، إذا كان الفقير سفيها وكنت ستشتري له الأساسيات اللازمة لكل بيت وبسعر أقل أو موازي ولا ترجع عليك من ذلك فائدة، يعني ممكن أنت عندك رز راكب تقول أخرجه في الزكاة، لا ترجع عليك من ذلك فائدة، بالضبط هذه يجوز أن يكون فقير، فقير سفيه، إذا أخذ الفلوس هيجيب سجاير ولا يطعم أهل بيته، والمشترى من الأساسيات لوازم البيوت وبسعر أقل أو موازي ولا ترجع إليك أنت منه فائدة. تمام يا شيخ، مع جزاك الله السلامة. كل خير. وإياكم.